السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة مع بعض كيك التايجر للشاي. شكله بجد حلو جدا، وكمان الطعم احلى بكتير من الشكل. وقد ايه هو هش وطري من جوه، شايفين بقى قد ايه هو حلو. احنا بس هنسيبه يبرد، انا عشان التصوير ما استنيتش يبرد، انا بصوره وهو دافي. بس الوصفة حلوة جدا، يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي ازاي. معايا هنا كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت النباتي، 3 حبات من البيض، رشة من الفانيليا، معلقة صغيرة تقريبا. هقلب كل المكونات دي بالمضرب اليدوي العادي جدا، انا مش محتاجة يعني اي ادوات كهربائية خالص، الكيكة سهلة جدا وبسيطة. انا بس عايزة السكر يدوب. دلوقتي بعد ما قلبت الخليط كويس جدا، معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، ومعانا باكو من البيكنج باودر، ورشة من الملح. هقلب كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي الخليط ابتدى يتقل عشان ما فيهوش سوائل كتير. انا هحط هنا نص كوباية من اللبن، انا معايا كوباية بس هحط نص نص، انا مش عايزة الخليط خفيف قوي ولا تقيل قوي، هوريكم السمك في الاخر. ولسه الخليط تقيل معايا قوي بالشكل ده كده، فهزود باقي الحليب بتاعي. يبقى كده معايا الخليط اخد الكوباية كلها، وطبعا الحليب حسب نوع الدقيق. دلوقتي الخليط بقى جاهز معايا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هحط معلقة كبيرة من الخل الابيض، ودي اخر حاجة هحطها معايا في الخليط. دلوقتي انا قسمت الخليط بتاعي لثلاث اجزاء، خليت الخليط الابيض اكتر حاجة او اكتر شوية. دلوقتي في اول بولة هحط معلقة من الكاكاو الخام طبعا، وهقلب كده. اول خليط بقى جاهز معايا. الخليط التاني هحط نص معلقة بس من الكاكاو، مش معلقة كاملة. والخليط لما بحط الكاكاو لو تقل شوية بزود شوية صغيرين من المية، معلقة واحدة بس. وكده الخليط بتاعنا بقى جاهز بالتلات الوان بتاعتنا. هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي معانا القالب بتاعنا، اي قالب طبعا بيدخل الفرن اللي احنا حابينه. هحط معلقة من كل لون من الخليط بالشكل ده كده، وكمان البني الفاتح. الالوان تدخل في بعضها عادي جدا، مفيش مشكلة. بعد كده هعكس، هحط اللون الفاتح الاول، بعد كده البني الدرجة الافتح، وبعد كده الدرجة الاغمق، وهعكس الدرجة الافتح. طبعا اكيد فهمت وجهة النظر في الالوان، علشان لما اجي اقطع الالوان يكون في كذا لون معايا في القطعة، وكمان تكون معاكسة لبعضها بالشكل ده كده. هرجع اعمل ابيض، المهم عندي اعكس الالوان الغامق، بعد كده الوسط، وهكمل كل القالب بتاعي بنفس الطريقة. دلوقتي اخر حاجة معايا شوية من الخليط الابيض. زي ما قلت لكم الفكرة نحط الالوان جنب بعضها، ونحاول كل ما نحط لون ما نحطش نفس اللون هو هو عليه، لا الطبقة اللي فوق تكون عكسه بالشكل ده كده. دلوقتي بقى لو في اي حاجة على حراف على حراف القالب لازم نمسحها بالطريقة دي عشان ما تحرقش معايا في الفرن. دلوقتي هنحط الكيك بتاعتنا في الفرن على الرف الاوسط درجة حرارة 180. طبعا هتاخد وقت. الكيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن اخد تقريبا ساعة او ساعة وخمس دقايق كمان، طبعا عشان القالب صغير فهي عالية، وكمان عليت اكتر في الفرن. دلوقتي بقى هنقطعها عشان نشوف شكلها من جوه مع بعض. شايفين بقى اصلا بصوا باينه ازاي الالوان اللي جوه، دي الغامقه، دي فاتحه، دي طبعا البيضه. طبعا
طبعا احنا ما بنشيلهاش من القالب بتاعنا الا لما تبرد خالص، بتبقى بدرجة حرارة المطبخ، فبعد كده بنحاول نشيلها وكمان نقطعها ممكن بسكينة مشرشرة تسهل علينا اكتر. شايفين بقى من جوه عاملة ازاي؟ انا عايزة بس اوريها لكم من جوه قد ايه هي حلوة، والوانها حلوة جدا، والتايجر بتاعها واضح جدا جدا. وصفة حلوة جدا وسهلة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك وسيب لي رأيك في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.